حساسة الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل قد نصرنا بقلة يوم كانت هيبة الحق في النفوس تجول وما سنا نقول قل لمن يعشق الحقيقة إن زمان تحار فيه العقول قائد الدرك ذهب وقائد الأمن ماذا؟ ذهب وماذا قالوا؟ قالوا سنضاعف القوات الدرك وقوات ماذا؟ الأمن. هل مشكلة غرداي تحتاج إلى حشود أمنية أم تحتاج إلى حلول سياسية؟ سؤال عوض أن تذهبوا لهم بالحلول السياسية. أنا أعرف بعض سكان غرداي قال لي من 58 من 85 هنالك إلى يومنا هذا ما عوضهمش الخسائر التي حدثت في ذلك في تلك السنة عندما حدثت الحادثة. قال لي حد الآن من 85 ما عوضهمش. إذن هناك حلول سياسية وحلول اجتماعية وحلول اقتصادية وحلول ثقافية، يعني لا هذه موجودة ولا لا؟ لا جايبينهم الرونفور لتروا موسكيتار طايحين حاطين الغرداية سبحان الله العظيم، صحيح ولا لا؟ وزير الداخلية ووزير، وين العقال؟ وين أصحاب الفكر؟ وين أصحاب النقاش؟ وين أصحاب الذين يؤلفون بين القلوب؟ هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب ينبغي أن نخاطبهم بلسانهم وبزمانهم وبعقليتهم. لماذا فعلتم هذا؟ لماذا أقدمتم على هذا؟ القضية ليست أنك تمسكهم الآن وتسج بهم في السجن. الآن العائلات أمام السجون في غرداي، النساء والرجال والكبار والصغار كل واحد يريد أن يطلق سراح من؟ أبنائه. تطلق هذا وتمسك بهذا أو تمسك بهذا وتطلق هذا، هل هذا هو الحل؟ والقضية ليست في قضية غرداي، الأزمات موجودة في جميع الولايات ولكنها ستنفجر واحدة إسراء أخرى واحدة إسراء أخرى واحدة ماذا؟ إسراء أخرى، لأن النظام السياسي متعفن، نظام سلطوي، نظام يؤمن بأن الحلول لا تكون إلا بالقوة والعصا. ها نحن موجودين هنا في المسجد، المسجد الآن محاصر ولا مش محاصر؟ محاصر، يعني كل جمعة. طيب ما دخل أنك تحاصر مسجدا لأن إنسان يتحدث فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا مسجد تحاصره؟ هل بهذه البزات الأمنية واللباس والشاحنات وخراطيم المياه والجارفات الحجارة هل ستلقوا الرعب في قلوبنا؟ لا. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نعتمد على الله، نحن نريد الخير لنا، حتى هم أيضا نريد لهم الخير، لأنهم أيضا أي عندما ينزع لباسه يصبح مواطن ولا لا؟ مثل وربما عندهم من المشاكل ما عندنا، وربما إذا كانت عندهم هؤلاء مشاكل في غرداية أيضا هم عندهم مشاكل في أي مكان. القضية ليست قضية أنك تمسك الأمن تواجه به الشعب أو الجيش تواجه به الشعب أو الدرك تواجه به الشعب، هناك نظام فاسد فقد مبررات وجوده، انتهت الصلاحية. طوقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال. مقام في الدرى صعب منالي